الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل امه مسكنا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام وعلم التوحيد وامر بالاسلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الى دار السلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قاموا باقامه الاحكام وبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله فيعلهم الكرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما في ما اعمال الاخره قد سبب في الخطبه قبل هذا الاشر الذبيحة بالاكتاس والسلك النيه وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ونور علماء امته من سنن في كتب الفقه مسائلها الصلاه والسلام ما امن ابن ادم من عمل يوم النهر احب الى الله من اهلاك الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واجلافها فان الدم ليقيا من الله في مكان قبل ان يك بالارض فقيموا بها نفسا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما به ما حاج الاضحى قال سنه ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل اشاره حسنه قال فصوفوا يا رسول الله قال بكل شعر من صوف حسنه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال الله تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتقدروا الله على ما هداكم وبشر المرسلين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم واياكم الى ايات الذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رب رؤوف رحيم الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فهم الله يزل الله نصر يزل الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم
আর আমি উম্মতি ইলি উম্মতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওয়া আশহাদু আন হায়া আল ইসলাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওয়া আশহাদু আন আলী ওয়া ফাতিমা সাইয়্যিদাতু নিসা ইয়া আহলুল জান্নাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ওয়াল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদা আকরামা ইয়া আহলুল জান্নাহ মুহাম্মাদু রাসূলুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু اللهم اغفر للعاصر به مغفرة جاهلة باطنك لا أخبار بذنبا الله الله في أصحاب الله تتحيهم درجة من بعد فمن أحب الحب هدي أهل ومن أبغض الحب بغضي أبغض وحرمتي ترمي ثم الذين يمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا أيها الذين تذكروا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا.